من هذا المشهد يا استاذ اشرف، ويمكن حتى بقى مش هقول لك على السؤالين اللي فاتوا، لكن انا هفكر مع حضرتك بصوت عالي، كام واحد فينا كان بيفكر هو بيشوف ما يحدث احنا عندنا جاليه مصريه اصلا في افغانستان ولا لا؟ واذا كان موجود هيرجعوا ازاي وامتى؟ بعد ما شفنا هذا المشهد هروح ضيف انا السؤال، احنا ما كناش بنشوف ده زمان صحيح، او مش بهذه السرعه وبهذه الكفاءه صحيح، لكن الاهم بالنسبه لي هنا هو اهميه الوطن، اهميه الامن والامان، اهميه وجود الدوله، اهميه وجود رئيس يهتم بكل مواطن بشكل مباشر. بالفعل سؤال جوهري، اعتقد الصوره تغيرت كثيرا في السنوات السبع والثمانيه الماضيه، عليك تضع في الاعتبار ما كان قائما ما قبل ثورة 2013 وما حدث في السنوات الأخيرة من حيث التعاطف والقوة والحضور مع مواطني الداخل والخارج. لأول مرة هناك اهتمامات على فرض المساواة للمواطن المصري سواء خارج مصر أو داخل مصر بكثير من الأهمية، وبتكرس كل أدوات الدولة المصرية بالمسيرة الدبلوماسية الناشطة للتعاطي مع كل ما يتعلق بالمواطن المصري في كثير من مناطق الاخطاء او حتى من يواجهون مشاكل على المستوى الفردي مع كثير من بعض المواقف في دول في المنطقه وفي الاقليم وحتى على المستوى العالم. حدث افغانستان اعتقد كان البعض يعلم او قليل ان لدينا بعثة من الازهر في افغانستان وبعض المواطنين المصريين. نتيجه ما حدث اليوم وهذه الصوره الايجابيه للغايه التي شارك كل مصري، اعتقد بتؤكد ان كان هناك جهد متواصل خلال الايام الماضيه او الاسابيع الماضيه منذ حدث ما حدث في افغانستان، لان الانظار داخل اجهزه الدوله المصريه على اكثر من صعيد، الاجهزه العامه والدبلوماسيه المصريه كانت تركز كل الجهد على توفير الاختراقات المطلوبه لامكانيه انقاذ وعوده هؤلاء المواطنين المصريين، وهذا بيصب في خانه الاهتمام الذي وضعته القياده السياسيه والرئيس السيسي في امكانيه ان يكون هناك درجه كبيره من النشاط والحيويه إمكانية توفير حظوظ الأمان للمواطنين في الداخل والخارج، وتكليف كل أجهزة الدولة الذاتية المؤسسات الناشطة التي لديها علاقات مع المجتمع الدولي يعني يكون هناك محافظة وأيضا درجة كبيرة من الحماية والضمانات لحماية المصريين في الخارج وتوفير كل سبل الأمان والاستقرار لهم، في دليل أن ليست هذه الحادثة الأولى أو الموقف الأول، هناك عشرات المواقف في ليبيا وغيرها من دول المجتمع الدولي وحتى في بعض الدول الأوروبية التي اجتهدت فيها الدولة بكثير من الحركية بشكل إيجابي للغاية لعودة مواطنيها والحفاظ على حقوقهم وإنقاذهم من بعض مناطق الأخطار أو الخطر التي تعرضوا لها في أماكن معينة في السنوات الماضية. هذا بيشير إلى أن هناك درجة كبيرة من تفعيل أدوات الدولة وأنه حالة من النشاط المحموم الذي لعب دورا كبيرا في تغيير المعادلة نحو الحفاظ على المواطنة للمصري في الداخل والخارج وتوفير كافة الحماية والحقوق والاستقرار له، وأيضا تغيير المعادلات بشأن تعظيم أهمية المواطن المصري والحفاظ على حياته وإعطاء مساحة من التعاطي الإيجابية بإمكانيات أن يكون لدى الدولة درجة كبيرة من الاهتمام بمواطنيها. وأعتقد أن هذا انعكس في السنوات الماضية على مستويات ما يحدث في الداخل وما يحدث أيضا حالة الاستقرار وارتباط المواطن في الخارج بوطنه بدرجة كبيرة من الأهمية والحيوية التي وجدناها في كثير من بعض الوزارات والجهات المسؤولة للاتصال والتعاطي مع كل مصري سواء حقق إنجازات أو حتى تعرض لبعض الأخطار. الصورة تغيرت كثيرا وهذا دليل على أن أصبح لديك دبلوماسية نشطة وأدوات ومقومات وأسرع في الداخل والخارج تلعب دورا كبيرا في حماية المصريين وتوفير كل سبل الحماية واستحقاق الرعاية الكاملة لهم، بدليل السبع سنوات الماضية أعلوا كثيرا من شأن المواطن المصري. أفغانستان بؤرة متفجرة وما حدث فيها في الأيام الماضية ثبت فشل الإدارة الأمريكية في التعاطي مع نادي الانسحاب وما إلى ذلك المشاكل والتراكمات واختراقات، لكنك بكثير من الأهمية وبالهدوء وبدبلوماسية رصينة وحركات وتحركات معمقة استطعت أن توفر كثير من الحماية والعودة للمواطنين المصريين دون أن يشوفهم أي نوع من الأخطار ودون جلبة أو ضوضاء، وهذا يؤكد على أنك تلعب أو تسير في الاتجاه الصحيح وأن لديك علاقات متشعبة على المجتمع الدولي وتستطيع حتى في مناطق الأخطار أن تقوم بجهود ومجهودات من خلالها تستطيع حماية مواطنيك وتعود دوم الأرض الوطن سالمين وفي نفس الوقت تؤمن مصالحك وحدودك وحضورك على المجتمع الدولي. أعتقد أن هذا الموقف اليوم بعودة المصريين من أفغانستان
في كثير من الإيجابية، وأعتقد أن الدولة المصرية والرئاسة والقيادة وكل أجهزة الدولة تشكر عليه بكثير من الحميمية نحو عودة هؤلاء، وفي نفس الوقت أيضا الحفاظ على حياتهم من خلال التحركات المصرية التي لعبت دورا كبيرا في تغيير موازين القطر المصري في الإقليم أو في مناطق العالم. الهدف المصري كان الهدف الأول في المقام الأول، والمواطن والمواطنة المصرية كان لها النصيب الأكثر من حظوظ التوفيق في الحفاظ على كثير من المكاسب وحياة واستقرار المواطن في كل مكان في الداخل والخارج. وأعتقد الصورة المصرية تغيرت لدى المجتمع الدولي بفعل النجاحات أو زخم الحضور على أكثر من صعيد سواء في الداخل أو حتى في الخارج. هنا تغيرت المعادلة والنظرة الدولية وأصبح لديك حظوظ ومكانة. أعتقد المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي يشيء إليها بكثير من التقدير بحجم تمتلكه من مدارات قوة ومعادلات تغيير في الإقليم فعل هذا الحظوظ. طيب استاذ اشرف، فعلا يعني دون جلبه او ضوضاء او اي شكل من اشكال الصخب تم اعاده المصريين الى وطنهم سالمين وامنين، ودلوقتي احنا بصدد ان هم يعودوا كمان الى منازلهم باذن الله سبحانه وتعالى. هنا هاخد ده وهسال، الى اي مدى ده بيعكس ويترجم ان الان لدينا في مصر دوله الفعل لا دوله القول؟ أعتقد أنها تحقق في السنوات الماضية على أكثر من صعيد. لا تنسى أن كثير من بعض المصريين في كثير من دول الجوار ليبيا وغيرها أو حتى في مناطق فيها أخطار في إقليم الشرق الأوسط كانت هناك كثير من المآسي التي تعرض لها كثير من بعض المواقف أو لدول معينها لمواطنيها. استطعت أنت بكثير من الحركة والعلاقات المتشعبة والمتشابكة مع هذه الدول والمجتمع الدولي أن تلعب دورا كبيرا بكثير من الحضور وامتلاك الأدوات لتغير المعادلة نحو استجلاب أو إحضار مواطنين والحفاظ عليهم، وفي نفس الوقت أيضا لا أقول إنزال العقاب بمن ارتكب بعض الأخطاء بحق المصريين، لكن في نفس الوقت أيضا كانت إنقاذ المواطن المصري وعودة وتوفير الاستقرار والحماية له كان أحد الأهداف الرئيسية. أنا غيرت المعادلة في 7 سنوات الماضية، أصبح لديك كثير من الحضور فيما يتعلق بالاهتمام بالعنوان الرئيسي والأول هو المواطن المصري بما له من حقوق واستحقاقات، بما له أيضا من دور في بناء المجتمع سواء في الداخل أو في الخارج لأنه يحمل اسم مصر ويحمل المواطنة والجنسية المصرية. من هنا الدولة استطاعت أن تفرض كثير من الحماية في أكثر من مكان. هذا الحضور في هذا المنعطف اللي تواجهه أفغانستان من نكبات ومناكفات وتوترات وأوضاع ربما تذهب لكثير من التصعيد في الايام وفي الساعات الماضيه، في وسط هذا والمجتمع الدولي يسارع لانقاذ كثير من المواطنين او على الاقل لمعالجه معاناه افغانستان، استطعت ان تحرص الاشتراك المطلوب بكثير من الحضور والحميميه وفي نفس الوقت ايضا بادواتك واذرعك السياسيه والامنيه والاستخباراتيه وغيرها لتعيد ترتيب الاوضاع من اجل حمايه احضار هؤلاء المواطنين المصريين بكثير من التقدير وايضا توفر الحمايه لهم. هذا تحدي ذاته بيمثل ثقل ووزن الدوله والقياده وادواتها ومؤسساتها التي تمتلك كثير من المقاومات ومؤهلات القوه، ولا اقول الردع لكن اقول ايضا الحمايه حتى في مناطق الاخطار. بكل تاكيد هذا مكسب جيد وايجابي يضاف الى ما حدث في السنوات السبع الماضيه في اكثر من منطقه، واعتقد حوارث المصريين في ليبيا على سبيل المثال واعادتهم عن طريق اماكن متعدده واعادتهم الى مصر ثم توصيلهم لمنازلهم وتوفير الحمايه لهم ثم البحث عن بعض الدول التي ارتكبوا اخطاء بحق المصريين، هذا في حد ذاته يؤكد ان مصر لا تنسى اولادها ولا يمكن ان تغفل عن التعاطي لحمايتهم ايا كانت المناطق الصراعات او حتى التوترات. وبالتالي هناك تغير شامل في السنوات الماضيه نحو تاهيل الصوره وصوره مصر بشكل اكبر، لانك لا يمكن ان تحقق نجاحات في الداخل وتنسى ابنائك في الداخل والخارج. على العكس أنت استطعت أن توفر مساحة من الحاضنة والنفوذ والحضور لحماية كل المصريين والحفاظ على حقوقهم وأمنهم واستقرارهم، وفي نفس الوقت أيضا توفر لديهم كثير من مزايا النجاح على المستوى الخارجي من خلال الدعم والمساندة والإسناد، وفي نفس الوقت الحماية والاستقرار والتدخل في الحال عبر الأجهزة المختصة في الدولة للتعاطي مع أي مشكلة تواجه مصر في أي من المناطق دول الاقليم على المستوى الدولي. وهذا في حد ذاته يؤكد ان الصوره تغيرت والمعادله تغيرت وان هناك اذرع وقوه وحضور لمؤسسات الدوله للتفاعل والتعاطي بقوه مع كل ما يهم المواطن المصري من حيث حقوقه ومكتسباته وحمايته واستقراره
وتوفير الرعاية المطلوبة لهم، وهذا في حد ذاته يمثل الثقل التي أصبحت تتمتع به الدولة حاليا، وبفضل هذا النجاح أصبحت تغير نظر المجتمع الدولي وحتى الدول بتتعاطى إيجابية مع أي مطالب أو تحركات مصرية من أجل الحفاظ على حياة أبنائها واستقرارها، لأن هناك خوف لدى هذه الدول من أن هذه الدولة أصبح لديها بالفعل كثير من السطوة والحضور وتتمتع بقوة ومقومات نجاح وأهلها لأن تفرض شروطها وأيضا تحافظ على استقرار أبنائها في الداخل والخارج. وهنا تغيرت الصورة بشكل كبير وأصبح لدى المواطن في المقام الأول في الداخل والخارج درجة من الضمانة بالحماية والاستقرار، وأن هناك دولة قوية فتية تقف وراءه وتستطيع أن تمد أذرعها في أي لحظة في أي وقت أيا كانت الأخطار لأجل حمايته وإحضاره إلى وطنه وأهله بكثير من القوة والرعاية والاستقرار. طيب أستاذ أشرف، أخيرا، مش عارف إذا كان هيبقى أخيرا ولا لا، لكن إحنا كتير جدا خلال السنين اللي فاتوا زمان حتى كنا بنتكلم في حتى من بداية امتهاننا لهذه المهنة المحترمة على دولة المؤسسات بالولايات المتحدة الأمريكية، المؤسسات في المملكة المتحدة، المؤسسات في كذا، ولم نكن نتحدث أو نتطرق على مفهوم دولة المؤسسات في مصر. بهذا المشهد كيف يرى أستاذ أشرف العشري دولة المؤسسات في مصر؟ هل نستطيع الآن أن نتغنى ونحن مقتنعين تمام الاقتناع بأننا دولة مؤسسات؟ بالفعل على المستوى الداخلي والخارجي نعم معك. أنا في عجالة ظلت 20 عاما مراسل للأهرام في وزارة الخارجية وأتابع أحوال المصريين في الخارج قبل سنة 2013. كانت الصورة سيئة، لا أقول قميئة، لكنها كانت للأسف عبثية، حالة من الإهمال والتردي والتراجع في توفير أي نوع من استحقاقات الدعم المواطن المصري، حتى بما فيها لا قدر الله حالات الوفاة وغيرها. كنت أشاهد وأتابع وأراقب أن الوضع كان إلى حد ما في درجة كبيرة من التخاذل والتباعد. الآن في السنوات الماضية من خلال متابعة دقيقة ولطيفة أقول لك أن مؤسسة الدولة تغيرت، أصبحت مفاعيل القوة والحضور والمشاركة قوية للغاية، وأن أذرع الدولة لم تكتد في الداخل فقط تحقق النجاحات لكنها استطاعت أن توفر استحقاقات الدعم للمواطنين في الخارج بسنة الداخل، وهذا من خلال تنشيط أجهزة ومؤسسات الدولة تعمل في شكل منظم وحد متماسك، لديها كثير من الأهداف والمرامي تستطيع أن تحافظ في المقام الأول على تفعيل هذه المؤسسات من أجل هدف واحد وهو المواطن في المقام الأول في الداخل والخارج، لأن تحسين جودة الحياة أحد المرتكزات الأساسية لصياغة الخطاب السياسي والتنموي في مصر. من قيادة استطاعت أن تغير كثير من المعادلات التنموية والسياسية والأمنية للداخل، وبالتالي هذا انسحب وانعكس بشكل إيجابي على مواطني الخارج الذين أصبح لديهم درجة كبيرة من الاستقرار والرعاية، وأصبح لديهم ارتباط وثيق بالوطن، لأنه يجد أن محفزات الداخل انعكست على مواطني الخارج، وبالتالي حدث النوع من التلاقي والالتقاء بين الداخل والخارج، تعتبر أن هذه الدولة عائدة بقوة وفتية وتتمتع بهذه المقومات التي من خلالها تستطيع أن تغير المعادلات من أجل الحفاظ على حياة مواطنيها، ومن هنا تأثير هذا النجاح والاستقرار والازدهار الذي لديه كثير من الصور الإيجابية على مستوى حياة المصريين، وبالتالي تفعيل أدوات ومؤسسات الدولة المصرية كان لها من الإيجابية التي خلقت أجواء مناسبة وجيدة للغاية لإحداث نوع من الترابط بين المصريين في الداخل والخارج، وهناك درجة كبيرة بدليل أن حجم إيرادات أو عوائد المصريين الداخل تزداد عاما وشهرا بعد شهر، وهذا نتيجة توفير الثقة في مواطن الخارج بوطنهم، وأيضا حالة الشفافية، صحيح، حالة النجاح وحالة الاستقرار بما فيها من مرفقات لكل أتفق معك أستاذ أشرف جدا، أصبحت تغطي سماء هذا الوطن حاليا، وبالتالي هذا الارتباط نتيجة أنك في الداخل استطعت تغير المعادلات من أجل حياة صحية والتنموية وأيضا الاستقرار السياسي والأمني والتعليم وكل ما يتعلق بمسارات تحسين جودة الحياة.